الموت. لماذا يتمنى رجال الله الجهابذه والافذاذ الموت؟ كما يقال ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. كم من انسان طلب الموت لنفسه وكم من موقف محرج كنا نتمنى ان تنشق الارض وتبلعنا وكم من ظروف قاهره نمر بها وكنا نتمنى لو لم نولد. وكم من الخطايا ارتكبناها تفقدنا سلامنا ونعيش بتعاسة من ماضينا المؤلم فنتمنى الموت. إن العديد من رجال الله دخلوا البوتقة ومروا في أمور مأساوية ووصل بهم الحال إلى عدم الرجاء والأمل. كم من رجال ونساء قاست وعانت حتى الرسول بولس نفسه وصل الى حاله كئيبه وصعبه اذ قال: حتى ايسنا من الحياه. انها الصرخه المره التي معظمنا بشكل او اخر نمر فيها. يوجد رجال عديدون الذين تمنوا الموت في الكتاب المقدس وهذا ان دل على شيء يدل اولا انهم بشر وليسوا ملائكه او سوبرمان يختبرون كل انواع التجارب وكل انواع العواطف والمشاعر وكل انواع الصعاب والتحديات شيء ثاني هذا يدل على عجز الانسان وانه مهما قوي يظل ضعيفا ومعرض للفشل والسقوط ويحتاج الى خلاص شيء ثالث تظهر لنا نعمه الله الغنيه التي تمتد الينا بغض النظر عن حالتنا وان جميعنا نحتاج الى نعمه الرب. شيء اخر تظهر لنا ان الله هو الوحيد الكامل. انه تعبير عن صدق وامانه الوحي ايضا فيظهر لنا صدق كلمه الله وانه لا يوجد اي انسان كامل. وان كل ما كتب كتب لتعليمنا وانذارنا وان الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتاديب الذي في البر لكي يكون انسان الله كاملا متاهبا لكل عمل صالح وايضا مكتوب فهذه الامور جميعها أصابتهم مثالاً وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور ثم يحذرنا أيضاً إذا من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط دعونا نأخذ بعض الأمثلة عن بعض رجال الله الذين طلبوا الموت قال أيوب لما لم أمت من الرحم عندما خرجت من البطن لما لم أسلم الروح ثم قال يا ليت طلبت تأتي ويعطيني الله رجائي أن يرضى الله بأن يسحقني ويطلق يده فيقطعني كانت كابته عظيمه جدا عندما فقد كل شيء ممتلكاته اولاده وصحته وعانى من كل انواع الالام الجسديه والنفسيه لانه شعر انه مظلوم وانه بار لكن عندما اختبر حضور الرب تغير كل شيء وباركه الرب ضعفا اسمع مقال الرسول يعقوب خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأنا الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب ها نحن نطوب الصابرين قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف مع ان ايوب كان يعاني من الالام المبرحه ويتخبط بالياس المرير وانه لعن السيعه التي ولد فيها ورحب بيوم وفاته قائلا اتمنى لو اني لم اولد لكنه لم يلعن الله ثم احبائي موسى الشخصيه الثانيه رجل الله العظيم قال والان ان غفرت خطيتهم والا فامحني من كتابك الذي كتب فقال الرب لموسى من اخطا الي امحوه من كتابي ثم نقرا لا اقدر انا وحدي ان احمل جميع هذا الشعب لانه ثقيل علي فان كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قتلا ان وجدت نعمه في عينيك فلا ارى بليتي بعد التواجد مع الله اربعين يوم وليله ارتد شعبه وعبد العجل الذهبي لقد طلب في المره الاولى ان يمحى من كتاب سفر الحياه وهذه المره طلب الموت من الرب لكن على النقيض استجابه لياس موسى في قياده الشعب اعطاه الرب سبعين رجلا ليعاونوه ثم نقرا عن الي النبي مكتوب ثم صار في البريه مسيره يوم حتى اتى وجلس تحت رتمه وطلب الموت لنفسه وقال قد كفى الان يا رب خذ نفسي لاني لست خيرا من ابائي لقد تمنى الي الموت عندما هرب من الملكه الشريره ايزابيل وكان هذا بعد الانتصار العظيم على جبل الكرمل وبعد معجزه رجوع المطر بعد قحط ومجاعه دام ثلاث سنين ونصف من الانقطاع ونزول النار التي أكلت المحرقة واعتراف الناس الرب هو الله الرب هو الله لكنه خاف وهرب لكن الله تعامل معه على جبل سيناء لكن لاحظ معي الذي تمنى الموت لنفسه هو لم يرى الموت صعد إلى السماء حيا بمركبه ناريه ثم النبي ارمياء قال ملعون اليوم الذي ولدت فيه اليوم الذي ولدتني فيه امي لا يكون مباركا ملعون الانسان الذي بشر ابي قائلا مبروك مبروك قد ولد لك ابن مفرحا اباه فرحا وليكن ذلك الانسان كالمدن التي قلبها الرب ولم يندم فيسمع صياحا في الصباح وجلبة في وقت الظهيرة لأنه لم يقتلني من الرحم فكانت لي امي قبري ورحمها حبلى الى الابد لماذا خرجت من الرحم لأرى تعبا وحزنا فتفنى بالخزي أيامي واو. بعد مواجه النبي إرميا الرفض لرسالته والتحذير من مجيء الكلدانيين ليدمروا أورشليم ويؤخذوا للسبي بل على النقيض ضرب ووضع في المقطرة فسقط في اليأس والكآبة وطلب الموت مثل أيوب يونان النبي قال فالآن يا رب خذ نفسي مني لأن موتي خير من حياتي وحدث عن طلوع الشمس أن الله أعد ريحا شرقيا حارة فضربت الشمس على رأس يونان فذبل فطلب لنفسه الموت وقال موتي خير من حياتي اغتاظ لأن الرب أشفق على نين على نينوى ولربما لأنه نبي طلب الموت لأنه بروح النبوة رأى ما سيحدث لشعبه مستقبلا ولا سيما عندما سيأتي الأشوريين ويخرب البلاد ويأخذ الشعب إلى السبي انظر رد الرب فقال الرب أنت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها التي بنت ليلى كانت وبنت ليلى هلكت أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من إثنتي عشر ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيره عزيزي في الختام يوما ما سيطلب ويتمنى الناس الموت ولا يجدونه مكتوب وملوك الارض والعظماء والاغنياء والامراء والاقوياء وكل عبد وكل حر اخفوا انفسهم في المغاير وفي صخور الجبال وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف الذي هو الرب يسوع طبعا لانه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف ثم مكتوب وفي تلك الايام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه ويرغبون ان يموتوا فيهرب الموت منهم. اذا لا تهرب من الرب كيونان بل اهرب الى الرب واحتمي بدمه. اعزائي لقد راينا عينه من رجال الله العظماء قد طلبوا الموت لانفسهم. لكن الرب يرى حالتنا ويتضايق لضيقتنا ويرثي لضعفاتنا إنه يشكلنا من جديد لكي يتمم مخطط الرائع في حياتنا كما تمم مخطط في حياة رجال الله وحول كل الأمور إلي الخير وكانت رسالتهم أقوى ومؤثرة أختم كلامي بهذه الآيات "فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله فلنتمسك بالاقرار لان ليس لنا رئيس كهنة غير قادر ان يرثي لضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية" فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة، لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. مكتوب أيضا عن يسوع: رجل أوجاع ومختبر الحزن، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها. ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا وهو مجروح لاجل معاصينا مسحوق لاجل اثامنا تاديب سلام عليه وبحبره شفينا المسيح يعلم كل شيء يعرف جبلتنا يذكر اننا تراب تشجع لانه عنده مخطط رائع لحياتك ربنا يباركك